زين نزل وكانت سحر وأدم قاعدين، صبح عليهم كلهم. فين أمنية يا زين؟ ممكن تكون نايمة. نايمة؟ مش معقول، دي حتى بتصحى بدري، هو في حاجة ولا إيه؟ لا مفيش، أنا رايح الشركة. ماشي، وأنا رايحة الجامعة يا ست الكل، ربنا معاكم يا رب. بعد ما خرجوا سحر طلعت أوضة زين، ملقتش أمنية. راحت أوضتها ولقيتها نايمة على سرير وسرحانة وعيونها حمرة. مالك يا أمنية؟ انت كويسة؟ كويسة. في ايه يا أمنية؟ زين مزعلك صح؟ أمنية زادت في العياط. علشان خاطري يا أمنية، قولي في ايه يا بنتي؟ زين مد ايده امبارح عليا وزعق فيا. طب ليه؟ عشان أدم حضني وقال لي يا حبيبتي. بيغير عليك يا أمنية؟ هو بيحبني اصلا عشان يغير عليا؟ ده متجوزة يا خالتي و... عاملة ايه؟ كويسة. عاملة ايه في الراجل اللي متقدملك؟ بكرة كاتب الكتاب. انت مرفضتيش ليه؟ وانت شايفني موافقة قوي؟ ماما غصب عليا وانا مش عارفة اتصرف. حاولت اتصل ببابا بس مش بيفتح، سافر امريكا ومش عارفة اوصله، وهو الوحيد اللي يقدر يساعدني. طب اهدي كده وبلاش عياط، انا عندي محاضرة دلوقتي، اشوفك بكرة ان شاء الله، ووعدك اني مش هسيبك، هقف معاك يا سارة. انت ما تعرفيش انت غالية عندي قد ايه. متشكرة قوي يا ادم على وقفتك جنبي. والله؟ طب بطلي عياط ويلا روحي محاضرتك. ماشي يا سارة. ضحكت. ايوه كده، مش عايزه اشوفك بتعيط يا سارة. يلا خلي بالك على نفسك. سلام. ادم مشى. ادم مشي وسما جت وقعدت. سارة قالت: عامله ايه يا سما؟ انت بتعملي كده عشان توقعي صح؟ مش فاهمه انت تقصدي ايه. يعني بتستغلي ادم عشان يحبك وهو بعد عني وبيجيلك دايما؟ انت بتقولي ايه؟ ادم زي اخويا. اخوكي ايه بس؟ ده انت قاعدة ومع عيونك بتطلع قلوب. لا انت ظهر ان انت جننتي. عن اذنك المحاضرة بدأت. اتجوزها عشان شغله. انا ما يهمنيش، انا عايزة اتطلق. زين بيحبك يا امنية. ايه؟ بيحبني امتى وازاي؟ من يوم وانا عيني وقعت على الدنيا قلت هو ده ابني، وانا عارفة انه بيحبك وبيغير عليكي حتى من اخوه. يديله فرصة وحاولي تقربي منه. ازاي وهو طول الوقت بيعاملني وحش؟ ده مد ايديه عليا، انا مش قادره اصدق كلامك ولا مستوعباه. لا صدقي، واقولك على حاجه، انت كمان بتحبيه، واكبر دليل على كده دموعك اللي عماله تنزل على خدك. انت مش قادره تتحملي لما عرفتي انه متجوز. صدقيني يا حبيبتي، انتوا الاتنين تستاهلوا بعض. ماما ممكن اقعد لوحدي شويه؟ سحر طبطبت عليها. ماشي يا روحي، هسيبك تفكري وشوري قلبك، وهو صدقيني هيدلك. حاضر يا ماما. تسلم ايدك يا ماما، بجد اكلك تحفه. بالهنا يا حبيبي، يا رب مريم تكون شاطرة زيك كده في المطبخ. مريم شاطرة قوي وحتعجبك يا رب. مالك يا مريم؟ مش معانا يعني؟ مريم. مريم قالت: نعم يا ماما. مالك ومش بتاكلي ليه؟ عادي مفيش. في حاجة مزعلاكي؟ لا. امال مالك يا بنتي؟ مفيش والله يا ماما. طب خدها يا مراد وخرج اقعدوا برا شوية. لا مش عايز اخرج. تمام بعد اذنكم. وسابها ومشى. ليه كده يا مريم؟ ليه تكسري بخاطره يا بنتي؟ مش قلنا تديله فرصة؟ أنا تعبت يا ماما، أنا مش عارفة اللي بيحصل معايا كده، كل ما أحب حد يطلع خاين وكذاب، بس المرة دي أنا موجوعة عشان حبيت مراد بجد. حنان خدتها في حضنها. يا حبيبتي يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده، وبعدين مراد غير حازم، مراد بيحبك بجد، ومش المفروض تحاسبيه على حياته قبل كده. أنتي تحاسبيه على حياته من يوم ما عرفتيه يا مريم. ربنا يريح بالك يا بنتي. كان مراد واقف ورا باب الأوضة وسمع كل حاجة، وصعبت عليه مريم قوي، وقرر يعمل حاجة وخرج. بابا أنا زهقت من التمثيلية دي بقى، لحد إمتى بقى أفضل بمثل على زين إني بحبه وأوصل له معلومات غلط زي ما اتفقت معاك؟ أيوة، وأطفي ناري وأشفي غليلي منه من ساعة ما جرحني لما رحت له واعترفت له بحبي واتمسخر بيا، وبعديها لما لقى نفسه هيحتاجني عشان يعرف يدمرك وجاي لي يمثل عليا الحب، حلفت ساعتها لأدمره وعرفوا مين هي كاميليا. هانت يا حبيبه ابوكي وهنرتاح منه خالص، انا بس عايزك تفضلي ممثله عليه كده دور الحبيبه لحد ما اضرب ضربتي، وساعتها مش هخليه على وش الدنيا خالص. بس اهم حاجه تاخدي بالك عشان ده مش سهل، وياريت لو نقلل الزيارات لحد ما ننفذ خطتنا. ماشي يا بابي، يلا امشي انت بقى احسن، ممكن يجي اي وقت، وكفايه التقريرات اللي هاخدها منه لما رجعت يقولوا له انك هنا. عندك حق. وفتح الباب واتصدم هو وكاميليا
لما لقوا أمنية واقفة قدام الباب وحط ايديها على بقها بصدمة، وكأنها سمعت اللي دار بينهم. هي كانت جاية عشان تتكلم مع كاميليا، بالذات بعد ما قالت لها سحر خالتها ان زين اتجوزها بس عشان الشغل، بس ما توقعتش انها تسمع اللي سمعته. بصت لهم بصدمة وسابتهم وطلعت تجري. زين دخل اوضته ولقى أمنية قاعدة على السرير وضم نفسها وبتعيط، حس بنغزة في قلبه وقرب منها. احم أمنية انت كويسة؟ زين انت بتحبها؟ زين اتنهد وقعد قدامها. هتصدقيني لو قلتلك لأ؟ ايوه بس قولي الصراحة ليه اتجوزتها؟ شغل بس والله، انا عمري ما حبيتها، جايز بس صعبان عليا عشان هي بتحبني قوي. قولي وانا سامعك. مصدقاك يا زين، بس في حاجة لازم تعرفها، كاميليا بتغشك ومش بتحبك زي ما مفهماك، ودي لعبة قذرة بينها وبين ابوها عشان يدمروك ويسجنوك. زين بصدمة وهو بيقف، انت بتقولي ايه؟ الحقيقة يا زين صدقني، انا روحت لكاميليا عشان اتكلم معاها في موضوعنا وتأكدت من كلام ماما، بس للأسف سمعتها هي وابوها هما بيتكلموا وبيقولوا كل اللي قلته لك. زين بغضب ما ردش عليها وسابها وخرج. في بيت سارة كان الكل موجود، والعريس كان قاعد والمأذون وكريمة وليد جنبه، وسارة اللي قاعدة بحزن والدموع في عينيها ولسه المأذون هيكتب. دخل آدم. وقف يا مولانا، مفيش كتب كتاب. انت ازاي تدخل كده؟ وايه اللي بتقوله ده؟ دي بنتي وانا حرة فيها، ويلا اطلع برا. اكتب يا مولانا، بس في تغيير بسيط، العريس يبقى انا. سارة قالت ادم انت بتعمل ايه هنا؟ الصح يا سارة، يلا يا مولانا. كريمة بصت لادم بتفكير وبعدين ابتسمت بطمع. طب مش كنت تقول كده؟ وكان وليد هيعترض، بس كريمة غمزت له فسكت. ايه هو اتفاق عيال ولا ايه؟ احسن لك تمشي بدل ما خرجك من هنا على نقالة. والعريس خاف وقام مشى، وفعلا اتكتب كتاب ادم على سارة اللي كانت حاسة انها بتحلم وفرحانة قوي من جواها، مع انها متأكدة انه عمل كده عشان ينقذها. وبعد جملة المأذون بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ادم قلبه وقاحة. ايه مش المفروض اقعد مع مراتي ولا هتفضلوا لازقين؟ قامت كريمة ووليد والناس وخرجوا وسابوهم لوحدهم. وادم بص لسارة، مبارك يا قلبي، هو بسها في جبينها. سارة قالت الله يبارك فيك، بس ادم انت ليه عملت كده؟ انت ضيعت حياتك عشاني. مين قال كده؟ ده احسن قرار اخدته في حياتي يا سارة، انا كنت حبقى غبي لو ما كنتش عملت كده وكنت سبتك تضيع مني. ادم انت بتتكلم بجد؟ طب وسامة ده انت بتحبها؟ ادم قرب منها. انا ما حبيتش غيرك وما عرفتش كده الا لما كنت هتضيع مني، ساعتها بس حسيت بنفسي تايه وانت سافنت يا سارة. بحبك قوي يا ادم. وانا بعشقك يا روح ادم، في مطعم هادي ورومانسي مش بيروحوا الا العشاق. مريم قالت ايه ده مفيش ناس ليه؟ عشان اعرف اتكلم معاكي. مش لازم. عايز اتكلم، نفسي تسمعيني. اتكلم. قولي والله. هتتكلم ولا غير رأيي؟ لا هتكلم. ندى اللي شفتها في الجامعة. قول بسرعة. كنا متجوزين عارفي. مريم بصت له. عارفة يا مريم المفروض ما كنتش اعمل كده، بس ما كانش معايا حد ينصحني، انا لوحدي من يوم ما اهلي توفوا. قاسم معايا بس مشغول برضو. انا ندمان بجد يا مريم، يا ريت تقفي معايا، انا عارفها من قبل ما اشوفك، ولما شفتك والله العظيم ما بصيت لوحده. هي قالت انكم متطلقين من اسبوعين. كدابه، هي كده عارفه انك مراتي وبتعمل كده قصد، وانا مستعده اجيبها وتكلميها بنفسك ده لو مش مصدقاني. وبعدين كله بيغلط يا مريم. طب ايه رديتي عني ولا ايه؟ لا انا زعلانه ومفروض اننا نتطلق وكده. وانا بحبك. لا مفيش من ده، عيب. عيب يا مريم، انا جوزك عايز اسمعها. حاضر. وانا كمان بحب. مراد شالها ولف بيها وبصوت عالي قال وانا بعشقك، ونزل على ركبته على الارض وطلع علبه قطيفه فيها الخاتم. موافقه نفتح صفحه جديده؟ عايزك تنسي كل اللي فات. مريم بصت وهي مبتسمه. موافقه. لبسها مراد الخاتم. انا بحبك قوي يا مريم. وانا بحبك يا مرادي. راجع زين البيت الفجر وكانت امنيه مستنياه بخوف، واول لما شافته ما حسيتش بنفسها غير وهي بترمي نفسها في حضنه. امنيه قالت اخسى عليك يا زين، كده رعبتني عليك. حقك عليا امنيه، بجد تعبان قوي. طمني عليك. طيب انت كويس صح؟ اوعى تكوني اتهورت يا زين. هربت بنت هي وابوها، بس هجيبهم، هيروحوا فين؟ الحمد لله، انا كنت خايفه عليك قوي، لحسن تعمل حاجه تاذي نفسك بيها. زين بص في عيونها
للدرجة دي خايفة عليا؟ لو مكنتش هخاف على جوزي هخاف على مين طيب؟ أمنية، انت بتتكلمي جد؟ يعني انت بجد معتبريني جوزك؟ انت حبيبي. زين ما كانش مصدق اللي بيسمعه وأما ساكها من وسطها وشالها وهو بيقول وانت حبيبتي وروحي وعمري يا أمنية. أنا من يوم ما شفتك وأنا حالف لا تكوني ليا. موضوع الوصية ده أصلا كذبة، أنا اخترعتها عشان توافقي تتجوزيني. أنا بحبك قوي يا أمنية وبتمنى تحبيني قد ما بحبك، وأنا اكتشفت إني بحبك قوي يا زين. ربنا يخليك ليا. زين حضنها ويخليك ليا يا أمنيتي، وبكده تكون خلصت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة.